بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نتكلم في الآية 25 من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. يعني اليوم ممكن نفسر نصف الآية تقريبا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بلكي قدرنا اليوم نكمل هون. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. إذن الرسل بشكل عام، كل الرسل كانوا يرسلوا بالبينات. وخلينا نتوقف هنا شوية عند البينات. في عندنا في القرآن الكريم البينة، وفي عندنا الآية، وفي عندنا البرهان، وفي عندنا السلطان. السلطان نجيب الأربعة في آيات قرآنية. أولا في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، أول ما أرسل موسى عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى: فذانك برهانان. لاحظوا استخدموا هون إيش؟ برهان. فذانك بر، لأن كانوا قضيتين، قضية العصا وقضية اليد، تمام؟ وسبق شرحنا في موضوع العصا واليد. فذانك، لأنهم تنتين، برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. هاي استخدم هون إيش؟ برهان. لما وصل موسى عليه السلام، لما وصل إيش قال لفرعون وجماعته؟ قد جئتكم ببينة من ربكم، فأرسل معي بني إسرائيل. لاحظوا إيش قال؟ قد جئتكم ببينة. هناك شو كانت؟ فذانك برهانان. قد جئتكم ببينة من ربكم. لاحظ قد جئتكم الكلام لكل الملأ الحاضرين، لكن في موضوع إرسال بني إسرائيل المخاطب مين كان؟ فأرسل معي، الكلام لفرعون الآن، بني إسرائيل. إيش رد عليه فرعون؟ قال له، قال إن كنت جئت بآية. شوف هون هاي صار مستخدم برهان وبينة وآية في القضية نفسها. إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، تمام؟ وهون طبعا بديش أوقف، بس لاحظوا إنه فرعون عم بقول إن كنت جئت، شوف جئت بآية فأتي بها. إيش جئت وإيش فأتي؟ هذا مش موضوعنا الآن. فأتي بها إن كنت من الصادقين. وفي موسى، في القضية نفسها الآن، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، مش هيك؟ إذن هي صار عندنا القضية نفسها. أحيانا قيل عنها بينة، إيش؟ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. الآن إذن بينة، آية، برهان، سلطان. ف
في القضية نفسها، في القضية نفسها. خلينا هيك على وجه السرعة، طبعا احنا سبق اصلا بينا آية وبينا قضية بينة، تمام، ولكن نمر مرور سريع، مرور سريع. اولا بينة من جهة، لاحظوا، من جهة الوضوح والانكشاف بعد خفاء. بينة من جهة الوضوح والانكشاف بعد خفاء، ويكون هذا غالبا بالفصل والتفريق. ليش قلنا الفصل والتفريق؟ لأنه بان فيها معنيين، انفصل وفيها معنى ظهر. فهناك أمور تظهر على فكرة لما أنت بتميزها عن بعضها، تفصلها وبتميزها عن بعضها بتصير مكشوفة. في الأول بتكون إيش؟ مبهمة أو خفية. بالفصل والتفريق، إذا من ديروا بالكم من أمور الأمور إقامة الحجج أحيانا فصل الأشياء بعضها عن بعض بحيث ينكشف، يصير انكشاف ووضوح. فإذا البينة هي برهان، البينة وهي سلطان، دققوا معي، وهي آية، ولكن هون من جهة الانكشاف والظهور بعد خفاء. هي واحد. أما الآية، وهذا سبق تحدث في الآية كثير، الآية هي العلامة أو الدليل الذي يقودك إلى المقصد. العلامة، شوف، هناك انكشاف ووضوح بعد خفاء، ويكون بالفصل والتفريق البينة. الآية العلامة والدليل الذي يقود إلى المقصد، تمام؟ علامة ودليل يقود إلى المقصود والمطلوب. وأما البرهان فهو الحجة الواضحة، وبعضهم بيقول القاطعة. البرهان حجة واضحة. طب منين جت قضية الوضوح؟ هناك وضوح بعد خفاء البينة، ويكون بالتفريق والفصل، تتبين الأشياء لما تفصل بعضها عن بعض. والبرهان من ناحية هم بيقولوا الحجة الواضحة، الحجة القاطعة، ويبدو أنه مأخوذة، في احتمال كبير، مأخوذة، لاحظوا، من بره يبره، اللي هو بمعنى إيش؟ بيض. بره يبره بمعنى بيض، وكأنه البرهان يعني يكون بياض ما فيهوش أي شائبة. يعني أنت قدمت الآن الدليل، صارت الأمور واضحة، بين فيش شوائب، بياض. البرهان، البرهان. وأما السلطان فيكون لهذه الحجة أو هذا الدليل وهذا البرهان، يكون له، لاحظوا، تمكن وتفوق وهيمنة على العقول. سلطان. إذن البينة قد تكون سلطان وقد لا تكون، والآية قد تكون سلطان وقد لا تكون، والبرهان له تسلط. إذن هي سلطان من جهة إيش؟ السلطان فيه التمكن، وبعض العلماء قال فيه قهر، وبعضهم قال لا، مش فيه قهر، وإنما فيه تمكن وتفوق وهيمنة على العقل، مثلا من قوته السلطان. سلطان. كلها وردت في وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. إذن موسى عليه السلام لما قدم بينة، هي نفسها كانت برهان، هي نفسها كانت سلطان، هي نفسها كانت آية، تمام؟ اجتمع فيها كله، كل المعاني. طبعا ليش قلنا هذا الكلام؟ الآن أحيانا بعض الناس بيخوض نتيجة، ما أدري هو زيادة علم ولا جهل، مرات بزيد بروح بعيد عن الموضوع. إنه قال يعني المسلمين اليوم لما بيقولوا معجزة، لما بيعبروا بمعجزة، قال هذا ما استخدموا القرآن تعبير معجزة،
القرآن استخدم بينة، آية، برهان، سلطان، ما قالش معجزة. طب وإيش يعني إذا القرآن ما قالش؟ هو كل اصطلاح من الاصطلاحات لازم القرآن يكون ذاكرها بنصها. طب ما القرآن ذكر المعجزة ولكن مش بنصها، كيف؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. شو معنات لا يأتون بمثله؟ يحكوا لك عرب أنتم، يعني بيعجزوا عن الإتيان بمثله؟ بيعجزوا؟ لا. طيب في أقوى من هيك في الدلالة، مثلا وإن كنتم البقرة من قال البقرة انتهى. طيب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إيش يعني ولن تفعلوا؟ شو يعني ولن تفعلوا؟ يعني بتعجزوا. إذا ذاكر المعجزة ولا مش ذاكرها الله؟ بالمعنى أنه أقوى، هو المعنى ولا اللفظ؟ ما هو المعنى أقوى، هاي معجزة. وبالتالي لأني بلاحظ أنه يعني قال لك بصيرش نقول معجزة، يعني العلماء عبر الأمة الإسلامية من أيام الطبري اللي استخدم كلمة معجزة وفاة 310 لعند اليوم والعلماء يقولوا معجزة. باقيين مخطئين العلماء، مخطئين العلماء. لا ليش؟ لأنه أولا البينة قد تكون معجزة وقد لا تكون، يعني بيناتك اللي بتقدمها في المحكمة هي معجزات؟ لا، بأشر عليه لأنه محامي. معجزات؟ لا. طب والآية والعلامة التي تقود إلى المقصد قد تكون معجزة وقد لا تكون، وأصلا الله سبحانه وتعالى أحيانا يصف الآية بأنها بينة، يعني ممكن تكون الآية مش بينة، مش هيك؟ آية وتكون بينة. مثلا وتركنا منها اللي هي مدينة قوم لوط، تركنا منها بقي منها، وتركنا منها آية بينة، ترك فيها على فكرة موجود، الكتاب مش وقته بس احنا سبق شرحنا قبل 15 سنة هذه المسألة بالتفصيل. آية وبينة. فالآية قد تكون معجزة وقد لا تكون. والبرهان، ما هي البرهان أشكال وألوان، منها البرهان العقلي مثلا في عالم الرياضيات، إيش علاقته بالمعجزة؟ إيش علاقته بالمعجزة البرهان؟ ممكن يكون البرهان معجزة وممكن يكون البرهان شيء مش معجز. نفس الشيء السلطان، إذا لا سلطان، كلمة سلطان تعنيش معجزة إطلاقا، ولا برهان، ولا البرهان ولا البينة ولا الآية، ولكن المعجزة التي بها اللي هي طبعا خرق، هلكت نقول المعجزة اللي هي خرق للسنن أو المألوفات إلى آخره، الخرق هذه بدها تكون أكيد بينة، وهي آية وهي سلطان وهي برهان. الآية معجزات الأنبياء بينات ولا مش بينات؟ بينات. آيات ولا مش آيات؟ برهان برهان. سلطان ولا؟ لكن طب كيف هاي كلها بدنا نجمعها؟ أما المعجزة ليش العلماء بيقولوا معجزة؟ هم بقصدوا البينة والبرهان والسلطان والآية التي هي خرق وتكون دلالتها على النبوة قاطعة. بدناش طبعا نعرف الآن المعجزة، ولكن أنا كنت أسأل أحيانا لما أتكلم في قضية المعجزة، أسأل اللي مثلا بيسمعوا، أقول لهم افرضوا شخص جاكم وقال أنا نبي، شو بتقولوا له؟ احنا جدلا بنحكي، شو بتقولوا له؟ قالوا نقول له، في ناس بقولوا له لا انا بقول شو تقولوا له، في ناس بقولوا من كله
دليلك. اجى قال لكم هذا، قال لكم اسمعوا، انا مستعد اجيب لكم اي دليل، اي دليل، شو بدكم من ادلة، بشرط ما يكونش معجزة، يعني ما يكونش خرق للعادات وخرق للسنن وخرق للقوانين، ما يكونش. اطلبوا مني اي شيء بدكم، انتوا بتفكروا بتقولوا شو هذا بده يجيب اشي يدل على انه نبي، رح تلاحظوا انه ما بتقدروش تطرحوا له اشي الا المعجزة حتى يثبت انه هو. طب ليش على فكرة؟ لانه البشر، البشر كلهم مسلمين بدون استثناء انه احنا منوظف القوانين والسنن ولا نخرقها. فيش اشي اسمه في عالم البشر خرق للقوانين. العلماء بقول لك احنا بنكتشف القانون ومنوظفه. طب لا يكون بتخرقوه، بقول لك شو نخرقه، كيف بدنا نخرقه؟ بيجي واحد بقول لهم كيف تخرقوهوش، ما انتوا هيكم بتطلعوا صاروخ، صاروخ على القمر وبتخرقوا قانون الجاذبية، هاي الصاروخ بيطلع وبتخرقوا قانون الجاذبية. لا، الرد بسيط، الجاذبية بتقول لك انا بمسك الصاروخ بمقدار، فاذا بتعطي رد فعل اقوى منه بيطلع. هي الجاذبية الله مبرمجها لحد، انت قدرت تستخدم قانون الفعل ورد الفعل باقوى من الجاذبية بيطلع، ما هوش خرق. اذا ما هوش خرق لقانون الجاذبية، الجاذبية بتقول لك انا بمسك عبين ما تثبت لي انه رد الفعل عندك اقوى مني، لما بشوف اقوى مني بقول لك شو اعمل انا، اطلع. هاي هذا خرق، هذا توظيف لقوانين. فالبشر كلهم معترفين، كلهم احنا ما نقدر نخرق. طب واذا خرق؟ والله بنطلع بنجيب سحرة العالم من كلهم، شو هذا الشغل وشرك وسحر ولا شو؟ تقولوا لا والله هذا منعرفهاش. اذا خرق معناته مش هو اللي بيشتغل، لانه البشر بقدروش يخرقوا، البشر بوظفوا القوانين. انما طالما خرق وبقول انا جاي من عند الله وخرق القانون، خلاص هذا مش برهان؟ برهان، بس من انو براهين؟ السلطان اعلى شيء يتسلط على العقول يقهرها. كن قالوا، وهذه نوع من البرادة احيانا، البرادة في الاستدلال، قال طب هو الله ليش بينزل القرآن مشان يعجز البشر؟ هو منزل يعجز البشر، هو بالعكس رحمة فيهم، لأنه إذا كل واحد بده يجي يقول أنا رسول نتبعه يا أخوي، مش راح يقول أنا رسول إلا الكذابين. والله مليحة من كل ما يدعي، فالله رحمة فيه في البشر، قال بدون ما يأتيكم بالبرهان والسلطان المبين ما أنا بكلفكمش. فلما بنقول له يلا تفضل، فإذا فعلا جاء بشيء تعجز عنه البشر، إذا إحنا مش قصدنا نعجز البشر، قصدنا نرحمهم، مش هيك؟ مش تعجزهم، هم عاجزين أصلا عن هذا، فإحنا منجيب الشيء اللي هم عاجزين عنه من أصله. كن قال لك أنت الله منزل مشان يعجز البشر، قلنا هذه برادة، وبنضطر مرات انسوا. طيب إذا، وتنسوش مرات انه الكون نفسه هذا اللي امامكم ايات على وجود الخالق ولا لا؟ ايات على وجود الخالق ولا لا؟ شو هو الايات؟ النظام مثلا، النظام. طب هو النظام معجزة؟ ليش هو النظام معجزة؟ ليش اللي اخترع السيارة انا لما بمرك بعرفش انه وراء السيارة عقل وارادة وقدرة على وجود السيارة؟ هذا برهان، السيارة برهان على وجود الصانع، برهان. بس معجزة؟ معجزة؟ لا. فالنظام في حد ذاته هذا دليل قاهر على وجود المنظم. ما هو البشر مش بيقولوا انهم هم اللي خلقوا البشر. طب مين؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ هم اللي خلقوا ما بيقولوش، ولا مين؟ هالعينين وهالذنين وهالكذا وهالاطباء بتجدهم سنين طويله، هذا بتخصص كذا وهذا بتخصص كذا وهذا بتخصص كذا، وكله تمام وكله مضبوط وخلل بسيط، كن بقول لك بدنا نصلحه. هذا في نظام؟ لا يكون. في معناته ولا ما فيش؟ بتقولوا لي طب ما في ملاحده، هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني له علاقه بالامراض،
أمراض العقل والقلب والإلى تفاصيل طويلة، هذا مش شيء شيء. طب هذا آيات الكون، آيات الكون اللي هي نظام، بس النظام، ما هي النظام آية ودليل يقودك إلى المقصد، مش معجزة. ممكن يكون، ممكن يكون معجزة. إذن بقصد العلماء لما قالوا معجزة بقصد الخوارق اللي ما يستطيعها، لا إنس ولا جن، كل إن اجتمعت الإنس والجن خلصنا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بينات اللي هي هون شو بتكون البينات اللي مع الرسول؟ أكيد براهين وآيات وسلطان، كمان آية وسلطان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والميزان. شوفوا بشكل عام فقط الآيات اللي جمعت بين ميزان ومكيال والكيل والميزان، هاي هي اللي بتقدروا تقولوا انه الميزان هون في امور تكليف تتعلق فينا في موضوع المكاييل والموازين. هذا اذا قال مكيال وميزان في القرآن، ما قالش معها مع الميزان كيل ولا مكيال، معناته راح نفسر شو الميزان، وهو أصلا ليش سمي الميزان ميزان. إذن بدنا نميز الآيات، تتميز ما يلي: آيات قرآنية لما قال أوفوا الكيل والميزان أو المكيال، المهم خلاص انتهى، هاي جاب مكيال وميزان وكيل وميزان، فهمنا أنو منهن. ولعلمكم، طب ولنفرض أنه القياس لا في الكيل ولا في الميزان، بدك توفيه، ليش هو بقول لك يعني اوفي؟ كيل ميزان اي شيء، مش هيك؟ طيب انما استخدم الميزان في ايات ثانيه بدون ما يكون في كلام على الكيل، مثل هاي: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. طيب لاحظوا معي، إذن لاحظوا: أرسلنا إليهم الجنود والأبطال. هذول الأبطال يعني غير عن الجنود ولا إيش؟ إذن لاحظوا: أرسلنا إليهم الجنود والأبطال، تمام؟ يعني الأبطال بيختلفوا عن الجنود. ممكن تقول لي فيهم جنود، الجنود هذول فيهم أبطال، إذن هم من ضمن اللي أرسلناهم. وخصوصا إنه في عطف الصفات، ممكن تعطف الصفات ويكون صفات، صفة لإيه؟ شيء واحد، صفة لإشي واحد، تمام؟ فخلينا نفسر الآن وبعدين هون الشيء اللي الآن لفت الانتباه إله. الأنبياء يعني شو كان ينزل معهم إذن؟ يعني هم بيختموا باللي نزل فيه عندهم. ماشي. طيب في عندي مكيال وفي عندي ميزان. أنتوا مرات بتزنوا الأمور ولا بتزنوهاش قبل ما إنكم تقدموا؟ توزنوا الأمور ولا بتوزنوهاش؟ بأي ميزان بتوزنوها؟ بأي ميزان بتوزنوها؟ مثلا لا فهمتوا؟ يعني بدنا نشوف انه احنا مش نستخدم يعني في اللغه ولا مستخدمش ميزان، مشان نفهم بعدين ميزان. اذا قبل ما نتصرف نوزن الامور، صحيح ولا من كيلها؟ من كيل الامور ولا منوزنها؟ نوزنها. هذا قيس قبل ما تقيس، اذا الكيل يعني. طيب تمام. طيب ومرات بنستخدم توازن ولا منستخدمش توازن؟ توازن مش تكايل، توازن، تمام؟
طيب أيضا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. من كل شيء موزون، تمام. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. طيب هو حتى الميزان اللي سمي ميزان، ليش بنسميه احنا ميزان؟ لانه هو وسيلتنا في التقدير، في تقدير الامور. وصار يغلب على الناس في الموازين هاي اللي بين ايديهم، يغلب انه يستخدموا الميزان في المثقلات ويستخدموا الكيل في الحجوم. بس هو حقيقة اثنين، تقدير تقدير. فإذا الوزن والميزان تقدير. وحتى على فكرة اللي بدرسوا كيمياء بيعلموا الطلاب كيف يعملوا ميزان للمعادلة الرياضية، المعادلة الكيميائية والرياضية كمان لها ميزان، كل واحد بتختلف عن الثاني. ميزان، شو معنى ميزان؟ لحظة، ميزان عندي أنا معادلة كيميائية بيجي المدرس بيعلمهم، طبعا بصير شو أقعد أشرح، بيعلمهم كيف نوزن المعادلة الكيميائية. طب والرياضية؟ وبرضو الرياضية. طب شو قصدك بأنك أعمل توازن، وخصوصا هون تساوي، هون في المعادلة الرياضية والكيميائية أنا بدي أعمل تساوي. أيوة، المواد اللي دخلت في التفاعل ما بتضيعش، ليش مش مبين معنا؟ نعمل الميزان، مش هيك؟ هلقيت ملاش يخشوا أساتذة الكيمياء وبعدين يخربشونا، في منهم أكم واحد. طيب هون بقصد ميزان يعمل إيش؟ هذا يساوي هذا، هذا يساوي هذا، تمام؟ الله سبحانه وتعالى أولا لما خلق الكون، لاحظوا، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. إذن اليوم العلماء بتحدثوا عن التوازن في الكون، سواء كان في النباتات أو في الحيوانات أو غيره، في توازن في الكون، تمام؟ إيش توازن؟ طالما الوزن هو في الدرجة الأولى تقدير ومقدار، إذن مقادير الأشياء، دققوا، لما خلق الله سبحانه وتعالى مقادير الأشياء، ما هي مش موجودة الأشياء لوحدها، الأشياء موجودة ضمن إيش؟ نظام كوني وتعدد، فبالتالي المقادير موجودة بإيش؟ بتوازن. شو يعني توازن؟ ما يطغاش شيء على شيء بحيث يختل النظام. إذن النظام كيف بيكون نظام؟ معناته أنت صانع توازن. النظام كيف نظام؟ معناته أنت صانع توازن. مرات يصير لحظوا، سورة الرحمن والسماء رفعها، وهون هي من ضمن هذا الكلام على فكرة، لذلك المفسرين اللي بروحوا للميزان أبو كفتين في الآيات هاي، هذا كلام، روحوا لأبو كفتين هناك في المكيال والميزان، هون تركونا من الموضوع، هون تقدير، بحيث هذا التقدير يؤدي إلى انتظام وانسجام، واللي منقوله توازن. قداش بلزم هون؟ قداش بلزم هون؟ قداش بلزم هون؟ بحيث يطلع عندنا النظام جميل هيك ومنسجم، معناته في ميزان. فالكون اللي حولكم بميزان، والعلماء بيقولوا مثلا الكائنات الحية، أي كائن حي يفقد من الأرض هذا بيؤدي إلى اختلال، بنفرط العقد، عقد ايش؟ التوازن. طب هون في اللغة عقد وعقد، مرات اللي بيلبسوا للنسوان ايش؟ عقد.
واللي بيكتبوه المحامين عقد، وبعض المحامين كتبوا قال عقد، هي عقد مش عقد. طيب مش هيك؟ بتكتبوا عقد ولا عقد؟ عقد. طيب عقد الزواج، عقد الزواج مثلا، وبعد في عقد الزواج بتعطيها عقد لطيف هذا. فهون فهون شو اللي جاب هالكلام صحيح؟ التوازن. إذن الكون من حولكم مخلوق بتوازن، بيطلع نظام جميل. شو يعني توازن؟ يعني مقادير الأشياء بحيث ينسجم الكل، مقادير الأشياء بحيث ينسجم الكل. لاحظوا مثلا اليوم الذهب مخلوق بندرة مش زي الحديد، لأنه مقصود بذاته الذهب وفي تفاصيل. ولذلك بتلاحظوا هذا الذهب اليوم اللي هو صار له يعني ثمن تقريبا، وتوزن به الأثمان لأنه لو كان موجود مثل ما هو موجود الحديد بشيك، فندرته بميزان، ندرته بميزان. وخذ ادرس، فالكون إذن بميزان. بس طيب ممتاز. الآن جر رسل. طب هذا الإنسان المكلف، الآن بده يتعامل مع الكون، برضو وضع له تشريعات بميزان. هل تلاحظوا مثلا الميراث توزيع بميزان. الله العليم الحكيم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أنتم بتدروش، الله بيدري، أو يعني يعلم قصدي، يعلم مين أقرب من مين، وزع على هذا الأساس ضمن ميزان. كل التشريعات بميزان، أوامر والنواهي ميزان. مشان الآن الإنسان يعني ما هو إيش الشريعة؟ ما هي الكتالوج عندي الكون، أنا الكون كل شيء بميزان ونظام. الآن الإنسان المكلف اللي ممكن يعبث، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، معناته ممكن الإنسان هو الوحيد اللي يخل في الميزان ويطغى. شو يعني يطغى؟ يعني يتجاوز الحدود. أني حدود؟ حدود الميزان، تمام؟ لأن الطغيان شو هو؟ تجاوز الحد. الحد إيش؟ المألوف مثلا، تجاوز الحد. ألا تطغوا في الميزان، طبعا هون فهمت عند بعض العلماء، طبعا هي للنهي، واضح أقوى في النهي. ألا تطغوا، تطغوش يعني أوامرنا هيك، القانون هيك، ألا تطغوا في الميزان قانون، تمام؟ في ناس، في علماء شو فهموها؟ قالوا يعني أو قصدي من احتمالات اللغة، لئلا حتى لا يحصل منكم طغيان في الميزان. لا، ما هو بيحصل. ألقيت قضية مثلا الآن الأوزون، هذا الثقب، هذا طغيان في الميزان ولا لا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بخل الميزان، ونازلين يصيدوا لي مثلا بعض الكائنات وتنقرض. وفي على فكرة ما هو الغابات هاي الهائلة في بلاد مختلفة، هاي هي رئة الكرة الأرضية اللي منتفس منها، ما هو النبات بياخد ثاني أكسيد الكربون، بيطلع طبعا بين نهار وليل هذا موضوع. طيب الآن لما بيسمحوا الآن بإبادة، خصوصا في أمريكا الجنوبية، في عندك غابات الأمازون وعبث الإنسان فيها، وتهديد الكرة الأرضية، هذه رئة الكرة الأرضية، قطع الأشجار وكذا الأخير، بس مشان يستفيدوا ناس بعينهم، وتسميم الأنهار والبحار وشيء كثير بخل الإنسان. هو الأصل أنه تفهم أنه الكون بميزان، والعلم اليوم بقدر يفهمك كيف فعلا كل شيء بميزان. وأنت يا إنسان إياك أن تخل بالميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. شوفوا القسط الآن،
القسط اللي أجا في الآية اللي إحنا بنشرحها، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليش؟ فهمنا الميزان إن شاء الله. إذن هو المسألة تتعلق كلها بالتقديرات، تقدير كيف واحد بده يطبخ طبخة تقريب، يعني بدنا إياه الطبخة الفلانية، ها تجد بضع بيكونوا هاليوم في ميزان، حتى بتحطوا المواد ضمن إيش؟ ميزان، ضمن ميزان. إشي أكثر من إشي دير بالك، يعني مش معقول السكر بنفس حجم الطحين مثلا، أه؟ والمي والزيت بقدر المي، مش هيك الطبخة، إلا إذا أنتوا بتطبخوا هيك هذه قضية تانية. فهون في الأخير الطبخة هاي إلها ميزان، وهاي إلها ميزان، وهاي إلها ميزان، مقادير بيطلع في الإشي بالأخير، تمام؟ طيب ميزان كوني، وانت يا انسان الان بصيرش تخل بالميزان. الرسل، الرسل لما جو بالكتب، هذه الكتب اصلا ايش فيها؟ ايش فيها؟ الميزان. ايش الميزان؟ ايوه، خليني اقول بطريقه ثانيه، المقياس، المقياس اللي انت اولا تحكم على الاشياء، الاعمال، الاشخاص الى اخره. والميزان فيه ضبط على فكرة، تقدير وضبط. هيو كم لحظة، هيو الآن تقريبا الميزان اتضح، الميزان تقدير وضبط، تمام؟ تقدير وضبط. الدين في تشريعاته فيه تقديرات وضبط للأمور، الكتالوج اللي بدي أتعامل، كون على فكرة منسجم ومتوازن، انا بصيرش اخل، وبالتالي بيأتي الدين وبقول لك بدك تتصرف مع الكون هيك، ومع الناس هيك، ومع الاسرة هيك، دققوا معي، مع الافراد هيك، مع الجماعات هيك، مع الرئيس هيك، مع المسؤول هيك، مع الاخي هيك هيك هيك، كله الى درجة بقول لك ايه، هذا ما تركش اشي. لذلك يقال انهم شو قالوا اليهود لما شافوا انه الاسلام بيتحدث في كل شيء، قالوا للصحابة أعلمكم نبيكم حتى، وذكروا عبارة على فكرة أنا بقدرش أقولها هون، بس في واحد بقدر أقولها من علماء الشيعة، اسمه آية الله المجتبى الشيرازي، هذا بقول كل شيء، وهو من الآيات، من العلماء 9 كبار. يا سبحان الله، هذاك إذا بدك أي كلمة سافلة خذها من لسانه. فالمهم أجوا قالوا إيش؟ لاحظوا دليتكم عليه، مش قضية، لأنه ممكن تحطوا على اليوتيوب وتشوفوه، ما شاء الله. المهم آية من الآيات في السفالات. فهون لاحظوا وين كنا احنا، شو جاب هذا شوش علينا، سألوا الصحابة أعلمكم نبيكم حتى، اللي هي موضوع قضية البراز يعني، ولا الصحابة قالوا لهم علمنا حتى، يعني هذا شمول، هذه مأخذها هاي. ما انت حكيت لما تدخلوا بيت الخلاء مش بتدخلوا مثلا باليسار وبتطلعوا باليمين وإلها آداب وتفاصيل، فاليهود قالوا لهم شو علمكم حتى، حتى حتى فيش نقص، فيش نقص، كله معلم، كله. وبالتالي شمول، وهذا شمول ايش؟ توازن. بس التوازن مش دائما على فكرة بيعني مساواة. كيف يعني؟ تذكروا سبق قلنا لو جبنا خشبة، تمام؟ وركزناها الخشبة، بدنا نعمل توازن الآن. ممكن تيجي تقول والله لو وضعناها بالنص تتوازن، طب بلكي هي اصلا الخشبة مش منتظمة، مش منتظمة، بنصير نغير هيك، يعني ممكن نعمل من هون اطول من هون اقصر، بتوازن، هاي مش بتساوي. طب بدي اضع اثقال عليها،
بضع ثقل هون وهون عبين ما ايش يتوازن، هذا نوع من التوازن. طب واحد بده يلعب رياضة، هاي بروحوا على النوادي مشان خصوصا كمال أجسام. في كمال الأجسام بدك تعمل توازن، يعني بتدرب مثلا عضلة الرجل زي عضلة الأصابع مثلا، وبدربوا أظن الرقبة كمان مش هيك، وبجوز كمان الوجه، عضلة الوجه. طيب المهم كيف بتتوازن؟ كل إشي بعطيه حقه، بس مش بالتساوي، كل شيء بعطيه حقه مشان في النهاية يطلع إيش؟ معتدل. شو يعني معتدل؟ يعني فيش زيادة ولا نقصان بالنسبة لأعضاء الإنسان كما هي مخلوقة. تمام؟ طيب فالتوازن له عدة معاني، لاحظنا؟ إذا بتعطي كل شيء حقه، لكن مش ضروري حق هذا الشيء زي حق هذا الشيء مشان يحصل توازن، لأنه في عندي نظام أنا. والشريعة في أشياء إذا بتلاحظوا ركزت عليها كثير في العقيدة والشريعة، وفي أشياء أبعدت عن المركزية صار الضغط عليها أقل، ولذلك في أساسيات وفي لحظة أو في مثلا في ضرورات وفي حاجات وفي تحسينات. ضرورات شيء مركزي، حاجات تيجي بعدها، تحسينات هذه الكماليات، يعني بركز وين أنا. ولذلك الدعاء لما بدهم يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى، في من هم بيبدأ من الكماليات، تبدأ من الكماليات. ليش هو البيت بيبدأ اللي في بنائه كيف يعني؟ ما هو بيوضعوا الأسس الناس وبعدين عمدان وبعدين التفاصيل وبعدين بيبقوا في الآخر إشي التراشة الكماليات. هذا بدنا نطرش أخرى، مش ضروري. مش هيك؟ توازن. إذن الرسل جت بالميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان. إذن ركز مما ذكر في الكتاب على الميزان. طب الكتاب فيه أشياء، فلما قال والميزان معناته إيش؟ معناته ما ذكر في الكتب من موازين الأشياء بده يبرزها الآن هون في الآية هاي، بده يبرزها، ما هي من الكتاب. إذن لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وسبق فرقنا بين القسط والعدل، وخليني أذكركم القسط والعدل. القسط، شوفوا العدل فيه مساواة، بس هذا مش موجود في القسط، المساواة. العدل مساواة، ولذلك المعادلة الرياضية ليش سموها معادلة؟ معادلة، في ناس بيقولوا مش اسمها معادلة، ما هو برضو في كتب رياضيات تقول معادلة. المعادلة الرياضية لأنه هذا يساوي هذا بنسميها معادلة، بنسميها مقاسطة؟ لا، لأنه هون تساوي. وزي ما قلنا عدل الحمار، العدل الخرج يعني، ليش بسموه عدل؟ لأنه بحطوا الثقل هون قد هون مشان ما يختلش. والعديل ليش عديل؟ لأنه بيحمل مثل ما بتحمل. لا، شقة خرجه برضو بيقولوا عنه شقة خرجه عديله، وبيحمل مثل ما حملت. العدل المساواة. أما القسط، القسط فيه إيصال الحقوق. القسط بوصل الحقوق، بوصل الحقوق إلى محلها، هذا القسط. وبالتالي إيصال الحقوق مش متساوية، فيش تساوي. ومن العدل الحقيقي إيصال الحقوق. إذا القسط قسط. وقسط وأقسط، لاحظوا، قسط وأقسط بمعنى بقولوا عدلة، هي مش عدلة، هي أوصل الحقوق بعدل مش بمساواة. أوصل الحقوق حسب، بلاش، حسب
هذا حقه 5، هذا حقه 10، هذا حقه 200، ليش هذا تعب زي هذا؟ ليش هذا تعب زي هذا؟ تمام؟ اذا وبالتالي اليوم انتوا لما تشتروا بالتقسيط كل قسط بتدفعوه هو حق لصاحب البناية اللي اشتريتوها انتوا بالتقسيط، هاي قسط وهي كمان قسط وهي كمان قسط، لا هذا اللي بتدفعوه. نيجي لقضية قسط واقسط بمعنى بقولوا عدلة، فهمناها. ولكن في قسط، قسط واقسط تستخدم في العدل، لكن قسط ايضا تستخدم ضد العدل. اذا ليقوم الناس بالقسط، يقوم الناس ايش الناس هون؟ يقوم الناس في امرين، في امرين في قضية يقوم الناس، على فكرة انه الناس نفسها دائما تقوم لإقرار لإعطاء الحقوق والتصرف بين الناس بإعطاء الحقوق بدون ظلم. يقوم الناس أفراد وجماعات وحكام وغيره يقوموا من أجل بيّن لهم الله وأعطاهم الميزان مشان يقوموا، وأيضا مشان يقوم واقع الناس على أساس إيش؟ القسط اللي هو إيش؟ الحقوق تصل أصحابها كل واحد حسب مستحقه، مش زي ما كانت تعمل الشيوعية. قال يعني كلهم بدهم يكونوا زي بعض، ايش مع بعض؟ هو جهود الناس زي بعضها، فعاليتها، تخطيطها، ذكائها، بلاءها زي بعضه، زي بعضه. يقوم الناس بالقسط، بتاخذ نصيبك انت، مش زي نصيب باقي الناس. ليقوم الناس بالقسط، دققوا معي. نيجي لموضوع ليقوم الناس بالقسط اللي هو إيصال الحقوق لأصحابها. وبالتالي إذا ننسى موضوع إنه دائما تفسير القسط بمعنى العدل، مش دائما يجوز تفسيره بالعدل. طيب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. طب ورد قسطاس في القرآن الكريم؟ قسطاس، وقرأت أيضا إيش؟ قسطاس. لاحظت أكثر أهل التفسير يذهب إلى إنها يونانية، وهذا غير صحيح، إنه قسطاس وقرأت قسطاس هذه ليست يونانية، هذه عربية أصلا. القسط هيو القسط، كيف بدها تكون قسطاس وهي عربية؟ في قسط وقاسط ومقسط وفيها كل هذه التصريفات، كيف يعني؟ طب فهم يبدو خدعهم السين وخدعهم إشي ثاني، إنه في اليونانية القديمة الكلمة قريبة كثير في لفظها من العربية، الكلمة عند اليونان القديمة قريب. لعلمكم أنا كنت في يوم من الأيام عم ببحث في موضوع، فتفاجأت ممكن يكون الكلام مش صحيح وممكن صحيح، تفاجأت من بحوث تقول أنه 70% من جذور اللغة اليونانية أصلها عربي، هم بدهم يجعلوها بالعكس، هم بدهم يجعلوها بالعكس. 70% من جذور اللغة اليونانية أصلها عربي، فغرتهم السين، لأنه السين في اليونانية زي هيركوليس وبابندريوس وسبق بحثناها، هذه السين علامة رفع للعلم المذكر، العلم المذكر مش المؤنث، المؤنث يبدو الألف والنون. فالآن خصوصا في النداء. طيب الآن خليني أذكر لكم كلمة، دس عربية ولا مش عربية؟ وقد خاب من دساها. طيب دساس مبالغة، دساس. طب وجسة؟ جساس، جسة، جساس، دسة، دساس. فلذلك زي ما قال ابن عطية وهو من مفسرين الأندلسيين، قال هذه قسطاس مبالغة، وهذا وفي علماء أخذوا عليه هذا الكلام، ولا هذا هو الصحيح،
زي ما بتقول دسة دساس، لأنه أنت في دساس مبالغة. طب وجسة؟ قول جساس، جساس مش هيك؟ طيب وهاي، فقال هي قسطاس وقسطاس للمبالغة، هو صحيح ما يروحوش فيها لليوناني، ما اشترهم ممكن يكون كلك يوناني، ايش يوناني معي الهاج. ونفس الشيء في على فكرة، طالما ذكرنا قسطاس، طب شو هو القسطاس على فكرة؟ هو الميزان الحق، الميزان اللي تمام يعني، قسطاس وقسطاس. الآن في قرطاس مثلها، قالوا عنها اليونانية، شو هو القرطاس على فكرة؟ الشيء اللي بتكتب فيه ويسمى قرطاس إذا مكتوب فيه، قبل ما يكتب فيه مش قرطاس، وين بصير اسمه قرطاس؟ لما يكتب فيه. طيب قرطاس وقرطاس، بس ما وردتش في القرآن إلا قرطاس، فيش قراءة إلا شاذة، قرطاس فيش قراءة قرطاس، ولكن في قسطاس القراءتين موجودات على فكرة، قسطاس وقسطاس، لكن في قرطاس. طب قرطاس برضو راحوا فيها اليوناني ومش صحيح. مهلكت مثلا الكيس، الكيس الفطن هذا، الكيس شو بيقولوا جمعها؟ أكياس، واردة ولا مش واردة؟ وعرس حتى، أعراس، وإيش كمان هاتوا من عندكم؟ آه؟ وعرس، جنس أجناس، وقرطسة، قرطاس، في قرطسة، وأحيانا فلان قرطس يعني راح فيها إلى آخره. فهي هذه مش صحيح، كن قالوا إنها إنها فارسية، أو يقولوا مرات يوناني. ولكن باختصار الآن طالما أذن، هذه الآية احنا قلنا لكم إذا قدرنا نفسر نصها. طيب هذه الآية على فكرة فيها من أعظم المعجزات في عالم العدد، أظهرنا منه في بعض المحاضرات وأشياء ما أظهرناهاش، يأتي وقتها. هذه الآية 25 من سورة الحديد فيها شيء بديع في إقامة الحجج، في إقامة الحجج. في هذه الآية لوحدها خارقة من الخوارق، اللي ليقوم الناس في القسط، وذكر فيها الميزان، لكن هذا في هون في المساجد بيصلحش مثل هذا الكلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.